بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم في المحاضره الثانيه من محاضرات شبكات الكمبيوتر. المحاضره ديت بعنوان Network Models. Network Models. وفي المحاضره دي هنفهم ازاي الاجهزه بتكلم بعض في شبكه كمبيوتر واحده، وممكن نبسط الموضوع بتاع النتورك موديل دوت لانه السوفت وير كومبوننتس بتاعت الشبكه، سوفت وير كومبوننتس او مكونات السوفت وير بتاعت الشبكه. المره اللي فاتت كنا اتكلمنا عن الهاردوير كومبوننتس للشبكه، النهارده باذن الله هنستكملها مع السوفت وير كومبوننتس للشبكات او النتورك مودلز. بدايه خلينا نكون متفقين ان الهدف من النتورك موديل هو وجود توافقيه او كومباتيبلتي ما بين الاجهزه وبعضها، بمعنى ان نقدر نوصل اجهزه مختلفه بتشتغل بنظم تشغيل وبهاردوير مختلف مع بعض علشان نكون شبكه كمبيوتر واحده بس كبيره. لان في الاول كانت الاجهزه بتعاني من عدم وجود كومباتيبلتي ما بينها، بمعنى ان ما ينفعش اجهزه عاملاها مثلا شركه اي بي ام تتكلم مع اجهزه عاملاها شركه اتش بي لعدم وجود لغه واحده او نتورك موديل واحد يستخدموه الاثنين في التخاطب ما بينهم. بالظبط النتورك موديل او السوفت وير كومبوننت هي لغه لازم الاجهزه كلها تكون بتتكلم بيها عشان نوصل للهدف الاساسي اللي الشبكه معموله علشانه اللي هو الكومباتيبلتي ما بين الاجهزه وبعضها. ده الغرض الاساسي من النتورك موديل. وعلشان نحقق الغرض دوت جات الاول منظمه الايزر. منظمه الايزر قالت احنا هنعمل طريقه واحده بس او موديل واحد بس اسمه او اس اي موديل، اوبن سيستم انتر كونكشن. الاوبن سيستم انتر كونكشن ما هو الا تتابع من مجموعه وظائف، يعني مجموعه وظائف بتنفذها اجهزه الكمبيوتر المختلفه، بحيث لو كل المصنعين اللي بيصنعوا اجهزه الكمبيوتر والسوفت وير الخاص بيها نفذوا السبع وظائف اللي الاو اس اي موديل اشار ليها، هنضمن وجود كومباتيبلتي ما بين الاجهزه وبعضها. تاني بنقول الاو اس اي موديل هو تتابع تنفيذ سبع وظائف في كل اجهزه الكمبيوتر. اذا ضمننا ان كل المصنعين صنعوا الاجهزه والسوفت وير بحيث انها تنفذ السبع وظائف، يبقى ضمننا وجود كومباتيبلتي ما بين الاجهزه وبعضها. السبع وظائف ديت مسمياتها ثابته ايا كان المصنع اللي عامل الهاردوير او السوفت وير ده ايه بالظبط. اول مرحله من فوق مرحله اسمها مرحله الابليكيشن او التطبيقات. مرحله الابليكيشن هي اول مرحله بتتنفذ او اول وظيفه بتتنفذ في كل اجهزه الكمبيوتر. المرحله اللي تليها مرحله البريزنتيشن. المرحله اللي بعديها مرحله سيشن ترانسبورت نتورك داتا لينك فيزيكال لاير. ادي السبع وظائف اللي موجودين في الاو اس اي نتورك موديل: ابلكيشن، بريزنتيشن، سيشن، ترانسبورت، نتورك، داتا لينك، فيزيكال لاير. سمينا كل مرحله من دول لاير او مرحله، وعلشان ما ننساش كل مرحله من دول هي بيتم فيها تنفيذ وظيفه او اكتر بالتتابع، بدايه من الابلكيشن لغايه مرحله الفيزيكال لاير. بس البروتوكول او النتورك موديل بتاع الاو اس اي موديل ما وصفش
ايه هي البروتوكولات او البرامج اللي هتقوم بتنفيذ كل وظيفة في كل مرحلة. هو كتب بس اسماء المراحل ووصف ايه هي الوظيفة، انما فين البرنامج اللي هينفذ الوظيفة الاولانية او التانية او التالتة او الرابعة لغاية الاخيرة لم يذكر هذا. هو فقط ساب الاطار العام، 7 مراحل او 7 مجموعات من الوظائف اللي بتنفذها كل اجهزة الكمبيوتر عشان نوصل للهدف الرئيسي اللي هو التوافق او الكومبيتابيليتي. لذلك الاوس اي موديل مش بروتوكول عملي او مش طريقة عملية لانه موصفش البرامج اللي هتنفذ الوظائف. امال ايه هي الطريقة العملية المستخدمة دلوقتي في النتورك موديلز؟ جاءت وزارة الدفاع الامريكية وعملت موديل او طريقة في التخاطب اسمها TCP/IP Network Model، وهو ده الطريقة العملية المستخدمة دلوقتي على مستوى العالم كنتورك موديل. قالت ايه TCP/IP Network Model؟ ان كل اجهزة الكمبيوتر تنفذ 4 وظائف مش 7 زي الاوس اي. اول مرحلة نسميها مرحلة الابليكيشن زي بالضبط الاسم الاولاني اللي كان في الاوس اي موديل. المرحلة اللي بعديها نسميها هوست تو هوست لير، وممكن نسميها ترانسبورت لير زي المرحلة الرابعة في الاوس اي موديل. والمرحلة التالتة من فوق نسميها انترنت، ودي ملهاش اي علاقة بشبكة الانترنت، ده اسم المرحلة الثانية الثالثة من TCP/IP موديل. واما المرحلة الاخيرة نسميها نتورك اكسس لير، نتورك اكسس لير. يبقى عندنا هنا 4 مراحل او 4 ليرز او 4 مجموعات من الوظائف اللي نص عليها النتورك موديل اللي اسمه TCP/IP نتورك موديل. طب ايه الفرق ما بين الموديل ده وما بين التي سي بي الاو اس اي موديل اللي اتكلمنا عليه من شوية؟ بداية كان عندنا هنا 4 مراحل، هنا في الاو اس اي موديل عندنا 7 مراحل. ال3 مراحل الاولانيين في الاو اس اي موديل تم دمجهم في مرحلة واحدة بس اللي هي مرحلة الابليكيشن في تي سي بي اي بي موديل. المرحلة الرابعة اللي كان اسمها عندنا في الاو اس اي مرحلة الترانسبورت هي نفس المرحلة الثانية اللي في الاو اس اي بس اسمها هنا هوست لير. وعلشان كده انا قلت لحضراتكم من شوية ان ممكن نسمي المرحلة دي بنفس اسم المرحلة اللي زيها هناك اللي هي الترانسبورت. مرحلة الانترنت اللي في التي سي بي اي بي موديل هي نفس مرحلة النتورك الموجودة في الاو اس اي موديل. المرحلتين اللي كانوا موجودين في الاو اس اي موديل اللي هي مرحلة الديتا لينك ومرحلة الفيزيكال، الاثنين تم دمجهم في مرحلة واحدة بس اللي سميناها نتورك اكسس لاير. اللي انا رسمه دلوقتي العلاقة ما بين الـ OSI Network Model والـ TCP/IP Network Model. بداية الـ Application Layer والـ Presentation Layer والـ Session Layer في الـ OSI تم دمجهم في مسمى واحد بس، في مرحلة واحدة بس اسمها مرحلة الـ Application. الـ Transport Layer هي مرحلة الـ Host Layer، يعني نفس الوظائف اللي هنا هي اللي هنا. مرحلة الـ Network هي مرحلة الإنترنت، وتم دمج آخر مرحلتين اللي هي مرحلة الـ Data Link ومرحلة الـ Physical في مرحلة واحدة بس وسميناها الـ Network Access Layer. الـ TCP/IP Network Model هو الطريقة الأساسية المستخدمة على مستوى العالم دلوقتي كموديل او كلغة تخاطب بتستخدمها كل الاجهزة علشان تتخاطب مع بعضها عشان نوصل للهدف الاساسي من الشبكات اللي هو الكومبيتابيليتي ما بينهم او التوافق بين الاجهزة المختلفة. نركز على التي سي بي اي موديل من هو البروتوكول العملي المستخدم على مستوى العالم دلوقتي.
TCP/IP. أي جهاز كمبيوتر علشان يتخاطب مع جهاز تاني جنبه لازم هيتكلم باللغة اللي اسمها TCP/IP. وإنت اتفقنا إن اللغة دي أو البروتوكول ده أو النتورك موديل دهوت بيكون من أربع مراحل أو أربع مجموعات من الوظائف، اللي أولهم الأبليكيشن هوست تو هوست إنترنت نتورك أكسس. الميزة الأساسية اللي في التي سي بي أي بي بروتوكول ما كانتش موجودة في الأو إس أي نتورك موديل، إن التي سي بي أي بي بروتوكول موصف أو موضح ايه هي البرامج اللي هتنفذ في المراحل المختلفة في كل أجهزة الكمبيوتر. نبدأ بأول مرحلة، مرحلة الابليكيشن. مرحلة الابليكيشن موجود فيها جميع التطبيقات أو البرامج اللي المفروض انها هتبعت أو هتستقبل ديتا ما بين الأجهزة المختلفة وبعضها. على سبيل المثال برنامج الانترنت اكسبلورر، بما انه برنامج او تطبيق فموجود في اول مرحلة. برنامج الـ MSN لانه برنامج هتلاقيه موجود في اول مرحلة. برنامج اسمه ويب، برنامج اسمه DNS، برنامج اسمه DHCP. حتى الالعاب زي لعبة الفيفا مثلا مكانها في اول مرحلة لانها برنامج او تطبيق. يبقى المرحلة الأولانية اللي سميناها مرحلة الابليكيشنز بيكون موجود فيها جميع البرامج أو التطبيقات اللي هتبعت أو هتستقبل بيانات عن طريق شبكة الكمبيوتر. أما المرحلة اللي بتليها اللي هي مرحلة الترانسبورت أو مرحلة الهوست تو هوست، دي موجود فيها تو بروتوكولز. اول بروتوكول منهم اسمه بروتوكول التي سي بي، اما البروتوكول الثاني اسمه يو دي بي. المرحله الثالثه اهم بروتوكول موجود فيها بروتوكول الاي بي. اما المرحله الاخيره موجود فيها بروتوكولات كثيره، اهمهم او اشهرهم بروتوكول الايثرنت. ايثرنت المرحلة الأخيرة اللي أهم بروتوكول موجود فيها اسمه إيثرنت، موجودة بالفعل جوه النتورك انترفيس كارد، كارت الشبكة، واللي أشرنا له المحاضرة اللي فاتت. أما البروتوكولات الموجودين في الثلاث مراحل الأوانيين كلهم موجودين في نظام التشغيل، وبرضه أشرنا لأهم أنواع نظم التشغيل في المحاضرة اللي فاتت. يبقى الـ TCP/IP Network Model ده متقسم فيزيائياً على مكانين. البروتوكولات اللي في أول مرحلة موجودة في نظام التشغيل زي ويندوز كده، أما المرحلة الأخيرة كمثال إيثرنت موجودة بالفعل في الـ Network Interface Card. وخلينا نكون فاكرين ان الهدف من الـ TCP/IP هو ايجاد لغة تخاطب واحدة او طريقة مشتركة كل الاجهزة بتطبقها عشان نقدر نخلي الاجهزة تكلم بعض بتوافقية او بكومبيتابيليتي. علشان نفهم ازاي الاجهزة تتخاطب مع بعض باستخدام الـ TCP/IP موديل او الـ TCP/IP بروتوكول، لازم نعرف مجموعة من المصطلحات ونفهمها كويس علشان نطبقها او نستخدمها لفهم الـ TCP/IP نتورك موديل او الـ TCP/IP بروتوكول. نبدأ بأول مصطلح اللي هنتكلم بيه اللي هو الابليكيشن تايب، وممكن نسمي المصطلح دوت الترافيك تايب. الاثنين سيئين. ايه موضوع الابليكيشن تايب او الترافيك تايب؟ هو ايه انواع الترافيك او البيانات اللي ممكن تمشي على كوابل شبكات الكمبيوتر؟
او ايه هي الانواع بتاعت البيانات اللي بتنتقل ما بين الاجهزه وبعضها. بصفه عامه عندنا نوعين من البيانات، اول نوع الفويس والفيديو، وتاني نوع الفايل ترانسفير نقل الملفات. مثال على الفويس والفيديو، مش احنا احيانا بنكلم بعض باستخدام برامج موجودة على اجهزة الكمبيوتر او موجودة على اجهزة سمارت فون زي سكايب؟ معنى كده اني اقدر انقل صوتي او انقل شكلي فيديو سيجنال يعني او فيديو داتا عن طريق شبكات الكمبيوتر. يبقى النوع ده من الترافيك اللي هينتقل ما بين الاجهزه وبعضها دي فيديو او فويس، وممكن انقل ملفات ما بين اجهزه الكمبيوتر وبعضها زي ما بنعمل داونلود كده من سيرفرات الانترنت لاجهزه الكمبيوتر بتاعتنا او السمارت فون اللي متوصل على شبكه الكمبيوتر عن طريق شبكه لاسلكيه او واي فاي. يبقى في الحاله دي اللي بينتقل ما بين الاجهزه وبعضها عباره عن ملفات، نقل ملفات. فدول اهم نوعين من الترافيك اللي بينتقل على شبكات الكمبيوتر. كل نوع من دول له خصائص غير التانية. على سبيل المثال الفويس والفيديو من خصائصه ان هو ديلي سنسيتيف ترافيك. يعني ايه ديلي سنسيتيف ترافيك؟ يعني حساس للتأخير، بمعنى ان ما ينفعش اجي اتكلم عن طريق شبكة الكمبيوتر الصوت يوصل للطرف الاخر بعد فترة كبيرة من الوقت. يبقى معنى كده نقل الصوت بقى يوزلس، بقى ملوش لازمة. ليه؟ لان نقل الصوت ونقل اشارات الفيديو من التطبيقات الحساسة للتأخير، ما ينفعش تتأخر. وفي نفس الوقت هو لوس انسنسيف ابلكيشن، لوس انسنسيف ابلكيشن بمعنى ايه؟ ان اثناء التخاطب عن طريق شبكة الكمبيوتر لو حرف ما وصلش مش مشكلة، لان الطرف الاخر هيقدر يستنتج ايه الحرف اللي حصل له لوس اثناء نقله، اللي حصل له فقد اثناء نقله. علشان كده من الخاصية الثانية انها لوس unsensitive applications، تطبيق او ترافيك غير حساس للفقد وفي نفس الوقت هو حساس للتأخير. على العكس تماما النوع الاخر من الترافيك اللي هو الفايل ترانسفير. النوع ده من انواع الترافيك العكس، يعني delay unsensitive وفي نفس الوقت loss sensitive. يعني لو احنا بنعمل داونلود لملف من الانترنت وبدل لما ياخد 5 دقايق خد 10 دقايق، هيتأثرنا؟ لا. حصل تأخير بس في الاخر الملف نزل، عملنا داونلود. من وجهة نظر تانية ان لو حصل 1% لص للبرنامج اللي بننزله عن طريق شبكة الكمبيوتر، ساعتها هنيجي نشغله مش هيشتغل لان في لص. والنوع ده من انواع الترافيك اللي هو الفايل ترانسفير حساس للفقد او اللص. يبقى الخصائص دي عكس الخصائص دي. ادي اول ترمينولوجي او مصطلح اتكلمنا عليه. المصطلح الثاني اللي هنتكلم عليه عشان نفهم تي سي بي اي بي فلو اللي هو الكونكشن بايب. كونكشن طيب انواع الوصلات. عندنا نوعين رئيسيين من الكونكشن من الوصلات. اول نوع
بنسميه كونكشن اورينتد، اتصال موجه، والنوع الاخر بنسميه كونكشن ليس. كونكشن اورينتد او اتصال موجه وكونكشن ليس. يعني ايه كونكشن اورينتد؟ كونكشن اورينتد معناها ان علشان يحصل اتصال ما بين جهازين اتنين لازم يمر الاتصال بثلاث خطوات. اول خطوة الكونكشن استابلشمنت او بنسميها سيت اب. تاني خطوة داتا ترانسفير، وتالت خطوة كونكشن ريليز. تاني يعني ايه اتصال موجه؟ اتصال موجه بيمر الاتصال بثلاث خطوات عشان يتحقق. اول خطوة كونكشن سيت اب، تأسيس الاتصال او عمل الاتصال. تاني خطوة داتا ترانسفير او نقل البيانات او الملفات، وتالت خطوة كونكشن ريليز او انهاء الاتصال. خلينا ناخد مثال. احنا علشان نعمل مكالمة تليفون، مش الاول بنعمل سيت اب للكونكشن، بنتصل بالرقم المطلوب، يعني اول خطوة، وبعد ما الرقم المطلوب يرد بنتكلم، يعني بنسند الداتا، بنبعت البيانات الصوت في حالتنا دي. وتالت خطوة لما نخلص نقل للديتا بقفل السكة، بعمل ريليز. اذا الاتصال في الحالة دي نوعه ايه؟ كونكشن اورينت. على عكس بقى الكونكشن ليس، الكونكشن ليس نقل البيانات فيه بيتم عن طريق خطوة واحدة بس، اللي هي ديتا ترانسفير. خلينا ناخد مثال. احنا لما نحب نبعت اس ام اس، رسالة عن طريق شبكات المحمول، مش بنكتب الرسالة ونتك سند على طول. مش لازم الاول الطرف الثاني يكون اونلاين، يكون فاتح السكة معايا، ولا بعد ما بعد ما ابعت الرسالة بتك كلوز، لان اصلا مفيش اتصال بينه وبينه. اذا الاس ام اس ما هو الا مثال للكونكشن ليس. طيب مثال ثاني، لما احب ابعت ايميل من طرف للثاني، انا بكتب الايميل والتك سند. مش لازم يكون الطرف الثاني فاتح دلوقتي الميل بتاعه، ولا لازم بعد ابعته التك كلوز. يبقى ارسال ايميل ده مثال للكونكشن ليس تايب. يبقى كده عرفنا نوعين الاتصال، كونكشن اورينتد وكونكشن ليس. طب خلينا نربط المعلومه الجديده بتاعت الكونكشن تايب بين الابلكيشن تايب اللي شفناها من شويه. بدايه اني اسرع في نقله، الكونكشن اورينتد ولا الكونكشن ليس؟ اكيد الكونكشن ليس، لان الكونكشن ليس بينقل البيانات عن طريق خطوه واحده بس، انما الكونكشن اورينتد كان بيضيع وقت في اول مرحله اللي هي السيت اب، وبيضيع وقت في اخر مرحله اللي هي ريليز. اذا الكونكشن ليس دوت فاست مقارنه بالكونكشن اورينتد اللي هو سلو. طب انهي ادق في ارساله، الكونكشن ليس ولا الكونكشن اورينتد؟ اكيد الكونكشن اورينتد اكيوريت، ممكن يسميها ريلابل، يعني يعتمد عليه، لانه مش هيبعت داتا من طرف الثاني الا اذا اتاكد ان في كونكشن بالفعل اللي اتحقق في اول مرحله. اما الكونكشن ليس ده نوت اكيوريت مقارنه بالكونكشن اورينتد. ده نوت اكيوريت. ليه نوت اكيوريت؟ لانك ما تضمنش ان البيانات اللي بعتها دلوقتي وصلت للطرف الاخر، لانك في البدايه ما عملتش كونكشن سيت اب ما بين الجهازين او ما بين الطرفين المرسل والمستقبل. اذا الكونكشن ليس فاست بات نوت اكيوريت، اما الكونكشن اورينتد سلو بات اكيوريت. خلينا نربط الجزئيه بتاعت الكونكشن تايب
بالجزئيه بتاعت الترافيك تايبس. اتفقنا ان في الترافيك تايبس الفويس والفيديو محتاجين سرعه ومش محتاجين قوي الدقه، لان ده ديلي سنسيتيف، حساس تاخير، محتاج سرعه، ونص انسنسيتيف. اما الفايل ترانسفير على العكس منه، محتاج دقه ومش محتاج سرعه. اذا لما نحب نبعث فويس ما بين جهازين نبعته بانهي طريقه؟ بالكونكشن ليس ولا الكونكشن اورينتد؟ انهي الاسرع؟ كونكشن ليس. بالظبط كده. يبقى لما نحب نبعث فويس هنبعته بالطريقه الثانيه من الكونكشنز اللي هي الكونكشن ليس. ولما نحب نبعث ملفات ما بين الاجهزه هنبعتها بالطريقه الاولانيه، لان هي اكيوريت، ونقل الملفات محتاج دقه، يعني محتاج اكيوريسي. يبقى نلخص اللي قلناه. ان ارسال الفويس او الفيديو بيتم باستخدام الكونكشن ليس ميثود، ام نقل الملفات اللي سميناه الفايل ترانسفير بيتم باستخدام الكونكشن اورينتد ميثود. ده ملخص الجزئيتين اللي فاتوا بتاعه الترافيك تايب والكونكشن تايب. نيجي للمصطلح الثالث اللي عايزين نتكلم عليه وصولا للفهم التام للتي سي بي اي بي نتورك موديل، اللي هو مصطلح البورت نمبر. بورت نمبر، البورت نمبر هي ارقام البرامج او الابلكيشن ادرس. كل برنامج بيشتغل على اجهزه الكمبيوتر او على اجهزه سمارت فون لازم يكون ليها رقم خاص بيها اثناء تخاطبها مع البرامج التانية اللي في الشبكه. ارقام البرامج دي بتتراوح من 0 لغايه 65535، 65535. قسمنا الرينج دوت لتو رينجز. اول حيز او اول رينج من اول صفر لغايه 1024، اما الحيز الثاني من اول 1025 لغايه اخر اللي هو 65535. اول حيز سميناه ويل نون او معرف جيدا، ويل نون رينج. اما الحيز الثاني اسمه راندوملي سيلكتد رينج، راندوملي سيلكتد رينج. دول البورت نمبرز. طب ايه الفرق ما بين البرامج او ارقام البرامج اللي في الحيز الاول وارقام البرامج اللي في الحيز الثاني؟ علشان نفهم الفرق ما بين الويل نون بورتس والراندوملي سيلكتد بورتس لازم نعرف يعني ايه نتورك سيرفيسز او خدمات الشبكه. بدايه خلونا نفتكر الجزئيه اللي قلناها في المحاضره الاولانيه اللي كانت خاصه بالفرق ما بين السيرفرز وما بين الكلاينتس. من ضمن الفروق اللي ما بين السيرفرز والكلاينتس ان في مجموعه برامج بنسميها نتورك سيرفيسز كانت موجوده في انظمه التشغيل السيرفرز وما هياش موجوده في انظمه التشغيل الكلاينتس. وامثله على النتورك سيرفيسز ديت برنامج الويب،
برنامج ال دي اتش سي بي، برنامج ال دي ان اس، برنامج ال اس ام سي بي، برنامج ال اس ان ام بي، برنامج البوب 3. كل ديت انواع من البرامج موجوده في انظمه التشغيل السيرفر وما هياش موجوده في انظمه تشغيل الكلاينت. كل برنامج من دول له وظيفه خاصه بيه وكمان رقم خاص بيه. يعني على سبيل المثال برنامج الويب الرقم بتاعه 80، برنامج الدي اتش سي بي 67، برنامج الدي ان اس 53. الارقام بتاعه النتورك سيرفيسز دي ثابته ما بتتغيرش وما بتتكررش وموجودة في الحيز الأولاني اللي اسمه والنون. شوف خلي بالك قلت من شوية إيه؟ ثابتة. فعلا طول عمر برنامج النون برقمه 80، علشان كده اسم الحيز الأولاني والنون أو معرف جيدا لأنه ثابت. طول عمر برنامج الدي اتش بي 67، الدي ان اس 53 وغيرهم، علشان كده الحيز هو اسمه ويل نون بورد وفيه ارقام من اول صفر لغايه 1024. يبقى معنى كده ان البرامج الموجوده على اجهزه السيرفر واللي سميناها النتورك سيرفيسز ارقامها او البورت نمبر بتاعتها موجودة كلها في الحيز الاول اللي سميناه الويل نون بورتس. اما البرامج الموجودة على اجهزة الكلاينت زي الالعاب الموجودة على اجهزتنا زي برنامج الكروم اللي هو متصفح الانترنت ويب براوزر، برنامج الانترنت اكسبلورر، برنامج الموزيلا فايرفوكس، برنامج الام اس ان ماسنجر، كل البرامج دي الموجودة على كل الأجهزة اللي فيها أجهزة الكلاينت أرقامها كلها بتبقى في الحيز الثاني اللي هو من أول 1025 لغاية 5035، بس الأرقام دي بتبقى أرقام عشوائية علشان كده اسم الحيز بتاعنا randomly selected boards أو randomly selected range. بمعنى إن لو إحنا مشغلين دلوقتي شغالين على أجهزتنا مثلا برنامج الاي اي اللي هو برنامج الانترنت اكسبلورر، رقمه دلوقتي ممكن يكون 2000. لو قفلنا برنامج الاي اي وشغلناه كمان شويه ممكن ياخد رقم تاني، ياخد 3500. لو قفلنا جهاز الكمبيوتر وشغلناه كمان شويه وشغلنا بعديها برنامج الاي اي ممكن ياخد رقم تاني خالص اللي هو مثلا 4020 وهكذا. يبقى البرامج الموجودة على أجهزة الكلاينت مش أجهزة السيرفر بتبقى أرقام في الحيز التاني وأرقامها تبقى عشوائية، بس خلي بالنا هي بتبقى ثابتة طول ما أنت شغال البرنامج. يعني طول ما أنت شغال برنامج الأي إي رقمه 2000، لما تقفله وتشغله من جديد ياخد رقم تاني، لما اقفل الجهاز كله واشغله من جديد واشغل برنامج الاي اي ياخد رقم ثالث وهكذا. انما طول مده السيشن الواحده او التصفح الواحد رقمك ثابت اللي هو على سبيل المثال 2000 مثلا. بكده يبقى عرفنا مجموعه مصطلحات هتفيدنا في فهمنا للبي سي بي اي بي نتورك موديل، ونوقف لغايه كده ونكمل باذن الله المحاضره الجايه. شكرا لحضراتكم جدا.